إذن مشاهدينا، في ظل الخوف والهلع الذي انتشر بين الناس جراء اجتياح فيروس كورونا للعالم، يبقى للحالة النفسية أو للصحة النفسية أهمية لا تقل عن الصحة الجسدية، كون الخوف المبالغ فيه يمكن أن يؤثر على مناعة الفرد النفسية في المستقبل. فكيف يمكن مراعاة صحتنا النفسية في هذا الوقت العصيب؟ تخبرنا أستاذ علم الأمراض بطب القصر العيني والمستشار الصحي لموقع صحتك الدكتورة سحر طلعت عبر السكايب من لندن. دكتورة سحر، صباح النور. صباح الخير، صباح النور عليك. يعني يبدو أنه ملتزمة بخليك بالبيت. نعم. كيف الأجواء بالبيت؟ إلى أي مدى المنزل يعني في هذه الأوقات وفي ظل الظروف الصعبة بيأثر على الصحة النفسية للأشخاص مع توارد الأخبار والمعلومات الكثيرة عن الفيروس والوباء؟ تمام، هي الفكرة طبعا أنه ممكن هنا المشكلات النفسية اللي ممكن تزيد في الفترة دي على الأقل في ثلاث حاجات. الناس القلقة هيزيد عندهم جدا القلق والهلع، ويمكن البنكتاك أو نوبات الهلع. الناس الوسواسية هيزيد عندهم وسواس النظافة، ده بالإضافة للعزلة الاجتماعية. نعم، ويمكن كل حاجة من دول احنا محتاجين يعني ايه نتعامل معاها بطرق معينة. نعم، ولكن يعني مع يعني توارد الأخبار كما تحدثتي أنت، يعني هل فيروس كورونا بحاجة أو يستحق كل هذا الهلع الذي يحصل من قبل الناس ومن قبل المؤسسات؟ طيب، هي الفكرة أنه فيروس كورونا مش خطير بحد ذاته، مش خطير. نعم، ومعظم الناس اللي هيصاب بيه هيشفوا. المشكلة الحقيقة في سرعة انتشاره، وبالذات ده بيؤدي لعدد كبير من الناس بيصابوا بمرض شديد، وده بيبقى عبء على المؤسسات الصحية اللي ما تقدرش تستخدمها. يعني في النهاية أجهزة التنفس الصناعي، وحدات الرعاية المركزة في كل مكان هي محدودة. فلو زاد الأعداد قوي الأطباء والمستشفيات مش هتقدر تستوعب ده. نعم، فهنا نعم. في هلع شديد من المؤسسات أو من الدول علشان تقلل ده، يعني كل الإجراءات اللي بتتعمل ده عشان تقلل عدد الناس اللي محتاجين رعاية مركزة، محتاجين أجهزة تنفس صناعي، محتاجين مستشفيات. نعم، يعني ولكن أكثر من 90% من الناس اللي هيصابوا بكورونا هيخف زي أي إنفلونزا. نعم نعم، ولكن هذه الإجراءات التي تتحدث عنها من قبل المؤسسات وعلى صعيد الأفراد أيضا عم تترك أثار كبيرة على الصعيد النفسي وعلى الصعيد الاجتماعي. هل الخلاص من هذه الآثار بعد زوال هذه الأزمة التي نعيشها، أزمة كورونا، هل الخلاص منها سيكون سهل أم أنه الأمور رح تكون كتير صعبة؟ هو الحقيقة إحنا مش محتاجين نستنى بعد ما الأزمة تعدي عشان نحاول نتقلص. نعم، من الآثار النفسية والاجتماعية. إحنا محتاجين من دلوقتي الأكت ناو، يعني نتحرك الآن. نعم، ونقبلنا دلوقتي حالا. ويمكن النصيحة اللي بقولها للأفراد إنه اعرف دلوقتي الحاجات الأساسية، المعلومات الأساسية، اعرف إزاي تقي نفسك، ووقف بعد كده متابعة الأخبار. نعم، هل تعتقد أن دولنا العربية عم يعني تقوم بدورها بشكل كافي بالتوعية من يعني كورونا وبإعطاء الناس والجماهير المعلومات الحقيقية الصحيحة؟ الدول العربية يعني؟ نعم، مؤسساتنا، يعني المؤسسات الطبية والصحية في الدول العربية. على الأقل بيحاولوا، في بلدان بتحاول، في بلدان بتحاول تخفيف، في بلدان بتحاول تقلل الأعراض. بس هو الحقيقة الناس دلوقتي ما بقتش معتمدة بس على المصادر الحكومية. نعم، الناس بتقدر توصل للمعلومة. نعم، سريعا أخبريني كيف يمكن أنه نحن نحمي أنفسنا والمحيطين فينا من آثار يعني هذه الأخبار وما تتركه من آثار نفسية علينا؟ كيف نقدر نحمي أنفسنا والمحيطين فينا؟
ما انا زي ما بقول ان هو بدايه يعني نحاول احنا نتوقف بقى عن متابعه وسائل الاعلام، نعم بحيث انه حتى نجبر وسائل الاعلام على انها تجيب حاجات تانية، لانه دلوقتي الحاجه اللي بتجيب ترافيك هو كورونا، فبقت كل وسائل الاعلام مركزه على كورونا، فاحنا لو رحنا ابتدينا نتجه لحاجات تانية، برامج الطبخ بقى ولا اي حاجه تانية، ده هيخلي وسائل الاعلام تبتدي تقول لا نروح بقى لحاجات تانية، ما نبقاش نعم 24 ساعة مركزين على كورونا. نعم نعم انت إذا في النهاية مش مطلوب منك غير انك تاخد شوية الاجراءات البسيطة، الاجراءات الوقائية البسيطة، وخليك في البيت، فدي نعم اول حاجة. نعم يعني بالنسبة للنظافة، فانت برضو في النهاية احنا مش محتاجين كل التعقيدات دي، احنا محتاجين مية وصابون، اغسل ايديك، صحيح، وكلور، نظف الأصل. ويعني كنا استضفنا ايضا اكثر من خبير صحي وتحدث عن هذا الموضوع، انه المطلوب حتى لو صابون عادي، الصابون البلدي او الصابون العربي، يعني مش ضروري الصابون اللي بيكون غالي الثمن. بدي اشكرك كثير، وانا بدي اعتذر منك على ضيق الوقت، بدي اشكرك كثير على كل المعلومات القيمه اللي اعطيتينا اياها، انا بس المستشار الصحي لموقع ما فيش صحتك. دقيقه واحده اقول حاجه على موضوع العزله، وانه مهم ان احنا نفضل نتواصل مع بعض، نعم بنقدر يا نتواصل حتى نسرين، في عنا دقيقه، سريعا بالفيديو. سريعا تفضلي. ما انا بقول انه العزله، الناس اللي معزولين هنا خطر عليهم ان هم يبقوا ما بيتصلوش بالناس، فمهم جدا ان احنا نتواصل بالصوت والفيديو، مش بس بالتكست، نعم وبالذات للناس الكبار اللي نعم معزولين واللي احنا خايفين عليهم، نتواصل مع اجدادنا ونتواصل مع ابائنا، نكلمهم بالصوت والفيديو، نعم لانه ده مهم جدا لصحه جهازنا النفسي. نعم شكرا كثير لك على هذه النصيحة، المستشار الصحي لموقع صحتك الدكتور سحر طلعت، شكرا جزيلا لك.